عليكم. يوم جديد طيب من أيام شهر رمضان الكريم الطيب، وفقرة طيبة بحبها جدا وحضراتكم كمان بتحبوها، لأن فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وبيشرفني في الفقرة دي أن يكون معانا الداعية الإسلامي الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتني يا فندم وأنستني. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يخلي حضرتك. حضراتكم معودنا في الفقرة دي بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله. البدر جبينه واليم يمينه والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده وخذل الباطل وأبلى جديده، وتمم صلوات ربي عليه لبنة التمام وروي القصيدة. هدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله صلى الله عليه وسلم. مولانا أنا عندي 56 سنة. العمر طويل لك يا رب. الله يخليك يا حبيبي. وفي حديث عن سيدنا النبي بيقول ان احنا اول ما نبتدي نتم 60 سنه، احنا يعني من 60 سنه خلاص احنا نعتبر في عداد الاموات او بننتظر قضاء الله، يعني يعني ودي سنه امتي ما بين ال60 وال70 ودي سنه الحياه. نعم نعم. وفي يعني ممكن الله يعني يقبض روحي قبلها، الله اعلم. ربنا يبارك فيك. انا بس المشكله اللي مؤرقاني ان انا ما ابتديتش اوعى لاهميه ان انا اتصدق وابذل من المال غير لما كبرت، فتعلمت ان انا عشان اكفر عن سيئات او عن ذنوب انا عملتها لازم اتصدق. يا الله. جوزي ربنا يا رب يديله الصحه والعمر علمني ان احنا فكره البذل دي ده قانون، يعني ده ما ينفعش عشان ربنا يحمينا وربنا يدينا الصحه وربنا يبارك في اولادنا وربنا يرضى عننا وربنا يعني يكتبنا من المحسنين المتقين. فهو الحقيقه ساعدني وعلمني ده، ومهما كانت الدنيا مثلا احيانا ده يقول لي لا الا حق الناس، يعني الله. يعني مالكيش دقه، يعني ساعات كان انا شطاني برضو زمان وانا صغيره كده، لا انا بيتي اولى. انا ساعات مثلا كان بيجي علينا ايام فيها ضائقه الحقيقه، يعني شغلي يبقى واقف وشغل زوجي كمان واقف وبتاع والدنيا ضيقه جدا جدا، بس كان زوجي يصر ان اوعي الا لو اخر حاجه في البيت. فتعلمت ده بس على كبر. نفسي الاجيال الجديده ونفسي ولادي، والحمد لله يا رب يحفظ كل الشباب الجديد عنده وعي اكتر. يعني انا اصحاب ولادي وجوزي بيلموا مثلا من بعض ويعملوا خير في كذا، في رمضان يلموا ويعملوا مش عارفه ايه، علموه وده طعمه. وربنا يبارك في ولادنا يا رب ويجعل فيهم الخير. على فكره يعني اعرف ولاد كده من سن اولادي من اسر محدوده للغايه، اتعودوا ان من مصروفه شيل. مظبوط. فتبقى انت كده لو جرالي حاجه ابقى مطمنه على ولادي وانت تبقى مطمن على ولادك. اللي فاتني ده اعوضه ازاي؟ اتصدق اكتر، وهل استغل شهر رمضان اكتر ان انا ابذل اكتر وادفع اكتر، فده يعوضني اللي فات اللي انا كان شيطاني يقول لي لا طب كفايه كذا لا طب كده. طيب خلينا الاول كده نقول ان مجرد ان انا عقلت اهميه العمل ده ما ينفعش ان انا ارجع للي فات تاني. اللي فات مات خلاص، يعني كده خلاص. لا مش قصه مات، لا مش قصه، مش عايز ارجع خطوه ورا بقى تاني. انا خلاص بقيت فاهم وعارف اهميه العمل الطيب المبارك، ودقت ثمرات العمل الطيب ده. والله دقت. والله العظيم، يعني كلام الصالحين اللي بيقول من ذاق عرف. فعلا اللي تذوق لذة العمل الصالح والله بيبذل كل ما يملك في سبيل ان هو ما يعطلش عمل زي ده، حتى لو ان الدخل بسيط. اللذة بتكون في ايه بس؟ حتى لو انا مش واعيه الباقي، الطمأنينة، الراحة النفسية، واحس ان انا الراحه النفسيه. الراحه النفسيه في حاسس نفس وسلام كده، في جو ايماني يعني بيتغلب عليا بالعمل ده، بيغلب عندي حاله من السكينه والهدوء والاستقرار والطمأنينة عاليه جدا. ولكن وانت حضرتك بتحكي المشكله دي ممكن تكون مشكلتي ومشكله حضرتك مشكله ناس كتيره جدا. خطر في بالي كده او حضرني موقف حصل مع سيدنا الامام الفضيل ابن عياض، والناس اللي اهل الله دولت كانوا دايما بيقتفوا اثر سيدنا النبي لما يشوف واحد كده يعني عايز يوصل له الموعظه بس بشكل جميل، مش لازم ان هو يبقى قاسي عليه في الموعظه، لان انا لو كنت قاسي في الموعظه مش هيسمع مني السائل او اللي انا عايز اوعظه مش هيسمع مني ومش هيقبل مني. فلازم تكون في رفق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا ما كان الرفق في شيء الا زانه، الرفق بيزين الاشياء كما قال عليه الصلاه والسلام. فسيدنا الفضيل لقى واحد ماشي كده والدنيا لهياه، فحب يصحصحه شويه، يعمل له قرصه ودن بسيطه كده، فقال له يا هذا كم عمرك؟ عندك كم سنه؟ فقال 60 سنه. فقال له الفضيل كلمه واحده، قال له ايه؟ قال له انت منذ 60 سنه تسير الى الله يوشك ان تصل. المحطه بتاعتك قربت، خلي بالك بقى. الراجل اول ما سمع الكلمه استوعب المعنى، فوقف ثم بكى. فقال له الفضيل أفهمت معناها؟ أنت عرفت الرسالة؟ قال له نعم. قال له علمت أني لله عبد وأني إليه راجع، كلنا إلى الله راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. هتروح يمين شمال، هتسافر أوروبا، هتسافر أمريكا، هتطلب اللي أنت عايزه كلته، بس في النهاية فين؟ المرجع والمآل إلى الله عز وجل. فالراجل قاعد يبكي والفضيل اللي بيسأله، فقال له فما الحيلة؟ الراجل بيسأل بقى سيدنا الفضيل، عشان أي حد بيقول النهارده أنا فرطت قبل كده، أعمل إيه بكرة؟ أعمل إيه النهارده مش بكرة؟ فما الحيلة؟ قال يسيرة، أمور سهلة جدا، ديننا سهل. قال له يا حضرتك؟ قال له أن تحسن فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. الله، يعني تحسن في اللي جاي، ربنا يغفر لنا ما مضى وما بقى واللي جاي كمان. يا رب، ده ايه العظمه، ايه الرحمه، ايه الايمانيات العاليه دي. طيب اسمح لي حضرتك نشوف تقرير في وسيله من الوسائل اللي من خلالها يا رب يغفر لنا اللي فات وييسر لنا ويستقبل مننا ويتقبل مننا الطاعات اللي جايه. واحنا في شهر كريم فضيل، شهر بذل، يعني ربنا مستنينا فبلاش نتلكع. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. بنسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا سبحانه وتعالى بيستحي أن يهتك ستر عبده. طب أنت ما استحيتش من ذنوبك؟ ما استحيتش من سيئاتك اللي أنت اقترفتها في حياتك؟ في ناس استحت وبيحبوا ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليهم بنعمة الستر، زي قال عبد الستار وعبد الحكيم فهمي اللي عملوا بئر طيبة، بئر مياه تطلع للناس من تحت الأرض الحياة. احنا متشكرين خالص انكم انتوا جايبين لنا بير، ومحتاجين بدل البرميل يعني كتير عشان احنا هنستخدم الشرح كله. احنا كده والله كتر خيركم ومتشكرين ان انتوا بتعملوه معاه. فعمل البير دي كنا محتاجين، وكنا محتاجين شويه الميه دول. فلكم حسنات من عند رب الارض والسماوات، اوعى تستنى، لسه باب الصدقه مفتوح، لسه باب الصدقه عند ربنا سبحانه وتعالى. الدعوه مفتوحه، الدعوه مش مغلقه، دعوه للصدقه مفتوحه عشان نداوي قلوب ما زالت عطشانه ومن انين العطش مجروحه. يا رب يفرح الناس كلها يا رب. اختي بتقول لك انا عايزين برميل يا حبيبتي، مش يعني عايزه عايزه يعني لان ده احنا الشارع كله بيشرب من البير ده، يعني قصدي بتقول عليه برميل، هو فالشارع ده والشوارع تانية مستنينا. حضرتك على فكره انا كنت عايز اقول ده مش بير، دي حياه. لا دي حياه، حياه، دي حياه فعلا، حياه. قد ايه الناس كل واحد سبحان الله لما يبقى فيه حاجه هي نفسه فيها او حاجه اساسيه وضروريه بالنسبه له ويحس ان هي صعبه عليه، بيبقى المشهد قاسي جدا، لا سيما اذا كان حاجه هو ما يقدرش ان هو يستغنى عنها. مسألة المية مفيش حد فينا النهاردة احنا صايمين أول حاجة بنعملها إيه؟ هو البق أول عليه. حاجة بستنى أذان المغرب عشان خاطر أشرب مية. صح. فأنا بتخيل المتبرع اللي ربنا كرمه وعمل بير عند الناس الطيبين الغلابة دولت. يعني شفت حتى هي بتكلم بعفويه وببساطه شديده ويعني يمكن انا شفت الست الكريمه اختنا دي على ارض الواقع على فكره في تقريبا في محافظه بني سويف مع سيدنا الدكتور العكليجي، ولكن يعني البساطه في ابسط معانيها، يعني ابسط من البساطه كمان الناس دي، اللطف اللي عند الناس دي، القلوب النقيه والصافيه اللي عند الناس دي، لما يجي يلاقي كوبايه الميه قدامه وازازه الميه قدامه على الفطار، المتبرع ده ثوابه عند ربنا قد ايه؟ يا سلام. والله بتكلم بجد، مش قصه ان انا عملت بير، قصه احنا في شهر صيام، شهر احنا كلنا صايمين وشوفي يا الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ من فطر صائما وايه على تمره او شربة ماء او مزقة لبن، كان حاله ايه عند ربنا؟ ثوابه ايه عند ربنا؟ كان له مثل اجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. يعني أنا لو أنا شاركت في إن أنا يتحفر بير أو وصلة مية مع نبض الحياة، فكل واحد هيشرب أنا باخد ثواب يومه. يعني أنا اليوم ممكن أصوم اليوم ده 1000، آخد ثواب 1000 يوم، لأن في 1000 واحد هيشربوا أكتر. شوفي كام يوم إحنا عندنا 30 يوم رمضان، 30 يوم رمضان بكام واحد صايم، بكام واحد صايم، بكام حسنه جايه، بكام واحد هيتوضى علشان يصلي من البير اللي موجوده دي. يعني انا بتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا هدايا من عند ربنا. طب نشوف هديه كمان، نشوف هديه كمان في التقرير اللي جاي ان شاء الله، وربنا يا رب يجعلكم من المتقين المحسنين. شوف تقرير ونرجع على طول. احنا النهارده في محافظه بني سويف مركز الواسطه، الابيار الارتوازيه، احنا النهارده بنستلم 50 بير ارتوازي وبنفرح مع اهالينا في مركز الواسطه بوجود كوبايه ميه نظيفه بنشرب منها احنا واولادنا واهالينا في محافظه بني سويف مركز الواسطه. معانا دلوقتي بيت او اهالينا اللي بيستفيدوا دلوقتي من البير اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، بئر 330 رقم 330 نعمة الله، ومكتوب إهداء لأهالي بني سويف، إشراف وتنفيذ مؤسسة نبض الحياة. تعالوا نتكلم مع ست البيت اللي دايما بتشيل هم كوب المية أو كوباية المية أو الطبخ والنظافة، بتشيل هم كل حاجة. أهلا وسهلا، ممكن أتعرف بيكي؟ الحاجة خضر عباس. أهلا بيكي يا حاجة، ودول أولادك؟ دول أولادين. عندك كم معين؟ عندي 4 أولاد. احكي لي بقى بالظبط أنت كنت بتعملي إيه قبل ما يكون في بير عندك بتشربي منه؟ من آخر الدنيا، من العزبة، من آخر الدنيا. بدري طبعا جدا. بصحى البدري وأروح نملى ونعمل، ولما بنجيب بقول لهم مية. ما كانش عندنا. والعيال كلهم بقى بيروحوا معاكي؟ ما هو كنا بنروح اللي نشيل ونجيب أنا والعيال. كنت بتتعبي قوي، بتصحي بدري؟ إيه بنشيل ونتعب. دلوقتي بتصحي براحتك؟ دلوقتي بنصحى براحتنا ونعمل براحتنا، وميتنا في بيتنا. ميتنا في بيتنا، حلوه. يعني خلاص بقى اطمنتي ان بتصحي الصبح تلاقي كوبايه الميه بتفتحيها تطبخي. زي ما شفتم اعزائي المشاهدين، يعني الحياه بتختلف فعلا، وشوفوا انتوا قد ايه اثرتوا في حياه ناس كانوا الاول بيشيلوا هم الميه، وبيشيلوا هم ان يروحوا مشوار بعيد علشان يجيبوا كوبايه ميه او جراكن ميه وبيخزنوها، والله اعلم الميه دي كانت صحيه ولا لا. وزي ما شفتم اطفال كتيره قوي بيتربوا على كوبايه الميه النظيفه دي بالاكل والشرب. فاذا انت قدرت تتبرع وتوصل للبير الارتوازي وتعمل بير ارتوازي او اي بير بتوفر بيه كوبايه ميه، فانت وفرت حياه لاسر كتيره جدا والطفل بيشرب ميه صحيه وجميله. نقطه تانية هنتحول لها وهنروح لها في محافظه بني سويف وبير تاني، خليكم معانا وتابعونا. شوف اختنا الطيبه بتقول لك خلاص ميتنا بقت في بيتنا. الله يسعدك ويسعد كل الناس اللي نفسهم في كوبايه ميه نظيفه يشربوها ويطبخوا منها، حاجه عظمه. طيب خلينا نترجم الكلام الحلو ده. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. بس ربنا سبحانه وتعالى في عون اي حد بيقدم المعونه للناس الطيبه دي، لا سيما اذا كان اللي محتاج المعونه دي يعني من ابسط الناس، من الناس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى جعلهم لنا احنا سند. الناس البسيطه اللي احنا بنشوفهم دولت سندنا احنا، دولت سبب رئيسي من اسباب رزقنا. النبي قال لنا فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم. اوعى نستقل الناس دي ولا نشوف ان الناس ديت عاديه ولا لا 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 ابدا. الناس دي عند ربنا سبحانه وتعالى، معلش انا اسف، ممكن تكون احسن مني، ممكن تكون احسن منك عند ربنا. الناس ديت بدعواتها ربنا بيفتح لنا وبيرزقنا. عشان كده بقول احنا في شهر الجود، في شهر الكرم والجود، في شهر رمضان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل ويدرسه القرآن. فلكان صلوات ربي عليه أجود بالخير من الريح المرسلة. الله، نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في شهر الصيام، في شهر القرآن، الجود، العطاء، الصدقات التي تقربنا من رب الأرض والسماوات. وإحنا بنتكلم في حاجة ضرورية، في حاجة ماسة، في حاجة نفتح بيها أبواب. فبنقول يا رب افتح لنا الأبواب وتقبلنا عندك يا كريم، وأعنا على مرضاتك وعلى ما يرضيك. 15740 خط الساخن لمؤسسة نبض الحياة. حضرتك النهاردة خصص صدقة النهاردة في بئر ارتوازية، ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمك بيها ويرحمنا ويرحمنا كلنا بالعمل الصالح يا رب العالمين. يا رب. وانا يعني ما فيش كلام يتقال بعد كلام حضرتك، ربنا يبارك فيك، وبعد علم حضرتك، ربنا يديك الصحة. بس انا عايزه اقول انا بعتبر ان شهر رمضان ده استفتاحه او افتتاحيه لسنه جديده بالنسبه لي. على قد ما اقدر، على قد ما اقدر هكون ناصحه وذكيه، واحاول الم على قد ما اقدر حسنات تنفعني في بقيه السنه. لو ربنا اكرمني وصلت كمان لشهر رمضان الجاي ده يبقى خير وبركه. جرب وابتدي، لو ما ابتدتش تتصدق وتتبرع للمحتاجين. أرجوك ما تبخلش على نفسك بالخير اللي هتشوفه، الناس محتاجيننا. وزي ما بنقعد دلوقتي نفكر طب العيد، أجازة العيد ممكن نقضيها فين؟ طب السنة دي المصيف هنروح فين؟ جرب كده، حط دي من اولوياتنا. هي من اولوياتنا بالظبط. والدنيا جنب الدين يعني، او الدنيا جنب الاخره. يعني ما تنساش، ما تزهدش يعني، ما بقولكش ازهد في الحياه، لا، الاثنين جنب بعض. الحياه مقسومه اثنين، حياه دنيا وحياه باقيه. فاعمل في الاثنين، انت عايش في الحياه دي تمام، والحياه الباقيه هي الاهم. بشكر حضرتك يا فندم جدا جدا، ربنا يديك الصحه، ربنا يبارك في حضرتك. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.